طيب حنحضر مع بعض كيكة الأناناس وخليط بيت كروكر بطريقة كتير سهلة. المرة الماضية لما استخدمت خليط بيت كروكر حكتولي ميسا ليه ما بتلتزمي بالأشياء اللي ورا؟ حكتلكم لأنه بيطلع ألز. مثلا هنا حكيلكم ضيفوا مية وزيت وبيض، أنا بضيف بيض وزيت بدل المية. مثلا لو بدي أعمل كيكة شوكولت بضيف حليب، كيكة أورنج بضيف عصير أورنج، لو بدي اليوم مثلا أعمل أناناس بضيف عصير الأناناس اللي موجود بعلبة الأناناس، لو بدك تعملوا كيكة كرك ضيفوا حليب كرك، زي هيك غيروا المية حسب النكهة اللي انتو حابين تعملوها. وبضيف طبعا معلقتين طحين كبار، هدول المعلقتين ما بيخلوا الكيكة طرية، بيخلوا هيك هشة ولذيذة. وبضيف طبعا معلقتين طحين كبار، هدول المعلقتين ما بيخلوا الكيكة طرية، بيخلوا هيك هشة ولذيذة وما بتتفتفت معكم وقت التقطيع. طيب اليوم لكيكتنا حضيف كوب من عصير أناناس، ثلث كوب زيت، ثلاثة بيض، معلقتين كبار طحين، وعندي هنا معلقة كبيرة لبن زبادي، وحضيف علبة الأناناس طبعا هنحتاجها. وهنا للقاعدة هنحتاج سكر بني وزبدة طبعا كتير منيح عشان نحطها في القالب اللي هنعمل فيه. طيب حطيت البيض والزيت، حطيت عليهم كمان عصير الأناناس والزبادي. طيب حطيت خليط بيت كروكر، حضيف الطحين وأكمل خلط. خلاص عنا الخليط صار جاهز. هنا دهنت القالب كتير منيح بالزبدة أو ببخاخ الكيك، عندي السكر البني حطه بعد الزبدة، وقطعت الأناناس بهذا الشكل عشان تلبق مع شكل القالب.